بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب هنتكلموا إن شاء الله بإذن عن 4 بت باريل سبتراكتور يوزنج الفول أدر. أنا عايز أجري عملية السبتراكتنج بس بالفول أدر، تمام؟ الشاهد في القصة إن ديت الرسمة كانت موجودة في الكتاب في المذكرة في صفحة 54 على ما أظن. إحنا هنحاول نوضحه الرسمة ديت يا جماعة إن شاء الله بإذن الله. فبصوا كده، انا يمكن اكون اتكلمت عن الاربع بتات ازاي اجمع، المره دي هنتكلم عن اربع بتات ازاي اطرح. كلمه السر ببساطه شديده جدا في المشهد ده حاجتين اتنين، تمام؟ اول حاجه منهم بتكون عباره عن الاكس اور جيت، والنقطه الثانيه بتكون عباره عن ايه؟ عن التوز كومبلمنت، المكمل الثاني. طيب ايه الفكره بتاعت الاكس اور جيت دي؟ طيب سي، خلونا نراجع المشهد يا جماعه ونقوله. بصوا فاكرين الاكس اور جيت؟ لو انا كان عندي إيه، خلونا نمثل ببوابه اكس اور، تمام؟ إيه عندي متغيرين، متغير ايه الاولاني هو المتغير الثاني متغير بي، واكشولي عندي المخرج بتاعي بيكون عباره عن الواي. جميل، اوكي، خلونا نطلع الترو ستيبل إيه ليه المشهد ديت يا جماعه. إيه عندي واي وعندي A وعندي B، احتمالاتي بتكون 0 1 0 1، اربع احتمالات 0 0 1 1. تمام، اوكي. نقول بقى طيب الاكس اور 0 1 1 0، صح كده؟ ديت اكس اور. خلونا نعمل ايه؟ نقسمه الجدول ديت لنصين، متفقين؟ تمام. ده المعالجه ديت ممكن تكون غريبه شويه. بعد ما قسمناها نصين يا جماعه، بصوا ها، لما تكون قيمتها ب 0، ها اف اي بتساوي 0، متفقين يا جماعه؟ لما الاي بتساوي 0، الواي يا جماعه قيمتها بتكون ايه؟ ها 0 1 0 واحد، يبقى قيمة الواي بتساوي قيمة مين؟ قيمة الواي بتساوي قيمة البي. ده أول تعميم يا جماعة، ممتاز، جميل. طيب خلونا نقول الناحية التانية، لما تكون الاي قيمتها بايه؟ واحد، تمام؟ يعني لما تكون ايه بتساوي واحد، قيمة الواي يا جماعة بتكون عبارة عن كام؟ ها نشوفوا بقى، لما الاي بواحد ايه اللي بيحصل؟ ها الواي بواحد اللي هو الكومبلمنت بتاع البي، بزيرو الكومبلمنت بتاع الواحد، يبقى الواي بيساوي البي كومبلمنت. يبقى نطلعوا بالتعميدين دولت يا جماعه، ها تمام كده؟ لما تكون الاي بزيرو الواي بتساوي البي، لما تكون الاي بواحد الواي بتساوي البي، ولما تكون الواي الاي بواحد الواي بتساوي البي كومبلمنت. متفقين؟ طيب جميل خالص. فاكرين يا جماعة على ما أظن الرسمة ديت لما كنت بجمع أربع بتات جامع بالفول أدر العادي، تمام؟ فقلت أنا عندي أدي أهو الإيه، الأحاد بتاع الرقم الأولاني، الأحاد الرقم الثاني، وهكذا، تمام؟ وبنقول هنمثل أنا عندي أرقامي كانت عبارة عن كده، تمام؟ ديت إحنا عارفين ده الـ LSB وده الام اس بي، فخلونا نوزع الايه يا جماعه، نوزع الايه 1 0 1 1، تمام؟ يعني 1 0 1 1، تمام. البي يا جماعه 1 1 0، اهي الناس مش شايفاني، 1 1 0 1، نوزع البي 1 1 0 1، ونجي بقى عمليات الجمع بقى بالفول اوردر. انا اول كاري معايا اللي هو زيرو، يعني انا مش معايا كاري فقيمته ده بزيرو، فكنت بقول يا جماعه زيرو وواحد وواحد، يبقى معايا ايه؟ يبقى معايا واحد واحد، يبقى يديني زيرو، والكاري بتاعي ده دلوقتي قيمته كام؟ واحد، تمام؟ فبيجي معايا واحد وزيرو وواحد، تمام كده؟ فبيجي معايا واحد وزيرو وواحد يديني كام؟ يديني زيرو، والكاري معايا واحد اللي هو عبارة عن يعني واحد واحد زيرو، والكاري معايا واحد، فبيجي معايا ايه؟ بيجي معايا واحد واحد وزيرو، يعني واحد واحد يديني ايه؟ يديني زيرو، والكاري بتاعي واحد، فبقى معايا واحد واحد واحد، تلات واحد يديني ايه يا جماعة؟ يديني واحدين، فبيجي معايا واحد، تمام؟ والكاري الباقي بيجي قيمته كام؟ بيجي قيمته واحد، فالناتج بتاعي بيجي واحد
واحد زيرو زيرو زيرو، ده الناتج بتاعي. تمام. طيب لو حبينا نيجي نجمعها جمع عادي كده زي ما احنا كنا بنجمعه، ادي الارقام اهي يا جماعه، واحنا هنجمع واحد واحد زيرو معايا الواحد، واحد واحد زيرو معايا الواحد، واحد واحد زيرو معايا الواحد، تلات واحد يديني ايه؟ يديني واحد. ده الجمع بتاعنا بالباينري، ودي القصه. بس احنا جمعناها بمين؟ احنا جمعناها بالفول ادر. هنوقف الفيديو ونحاول نجمعه نفس السيناريو، بس احنا هنستخدمه بقى مين؟ هنستخدمه الجمع عشان نمثل السبتراكتور، عشان نمثل عمليه الطرح. فاحنا هنستخدم ايه؟ كلمه السر زي ما احنا قلنا، الاكس اور جيت ومع التوس كومبلمنت. هوقف الفيديو واشوفكم ان شاء الله باذن الله حالا. طيب شوفوا يا جماعه، انا ما بعدتش كتير عن الجمع، انا عندي فول ادر فول ادر فول ادر فول ادر، وعندي المتغير بتاعي A0 A1 A2 A3 ب0 ب1 ب2 ب3، وده نفس الرسمه بالظبط. كل القصه يا جماعه اني حطيت XOR بوابه على المتغير الثاني، ولمن لا يعلم السبب اللي يخليني انا اساسا اشرح اف سبتراكتور واشرح فول سبتراكتور عشان اوصل للرسمه ديت، وعلشان اوصل للرسمه ديت كان لازم اشرح الاثنين دولت. فبالله نركز كده مع بعض عشان نفهموا المساله بتتم ازاي. طيب انا ليه حطيت اكس اور على المتغير الثاني والمتغير الثاني او على وجه خصوص الليتر الثاني البي؟ يا جماعه انا مشكلتي كلها لما كنت بحل المساله باستخدام مكمل ثاني، كنت باخد مكمل ثاني لانه رقم يا جماعه، كنت باخد مكمل ثاني للرقم الصغير، ما كنتش باخد مكمل ثاني للرقم الكبير، كنت باخد مكمل ثاني للرقم الصغير، هو اللي كنت بعمل له مكمل ثاني. فعشان كده انا هحط بوابه اكس اور على على المتغير الثاني اللي هو المتغير المفروض الصغير. طيب جميل خالص، رحت اعمل ايه؟ راح الراجل ده كاتب لك عامل لك بت بره كده ومسميه ام، ده بت كنترول. انا عندي اول فرضيه بتقول والله ده ام بيساوي زيرو، انا هدي له قيمه ام بيساوي زيرو دلوقتي، وراح ورحت موصل لك الام بزيرو باول انبوت للكاري. طيب ده اسمه الام بتاع الكنترول، بت بتاع الكنترولر، وده بت مهم جدا جدا وهيعمل لي شغل كتير خالص. وصله لي مع مين؟ وصله لي مع المتغير الثاني، ما وصله لي مع البيف بوابه اكس اور، مع البيف بوابه اكس اور، مع البيف بوابه اكس اور، مع البيف بوابه اكس اور. اوكي طيب جميل خالص، لما يكون الام ده بزيرو، يعني ديت زيرو، تمام يا جماعه، ديت زيرو ديت زيرو ديت زيرو، نرجعوا كده نقصروا نفس المفهوم اللي كان موجود من شويه. بصوا يا جماعه احنا لسه كنا كاتبينها والله، لو كان في حد من متغيراتك في بوابه اكس اور بزيرو، كده كده الواي بتساوي المتغير الثاني ايا يكن. لو واحد من المتغيرات بزيرو انت عندك احتمالين، يا اما يبقى هو بزيرو والثاني بزيرو، يا اما يبقى هو بزيرو والتاني بواحد. ففي كل الاحوال واحد فيهم بزيرو البي بتساوي الواي، فاهمني؟ طيب جميل خالص، يعني ده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو وده بزيرو، قيمه الناتج بتاع الاكس اور هنا دلوقتي بكام؟ بقيمه البي، يبقى هنا هيطلع لي بواحد، هنا هيطلع لي بواحد، هنا هيطلع لي بزيرو، هنا هيطلع لي بواحد. اللي انا كسبته ايه؟ انا اللي انا كسبته اني ما اثرتش على عمليه الجمع بتاعي، فعمليه الجمع بتاعي شغاله ما فيهاش مشاكل. يبقى كده دي تنفع تنفع ادر وسبتراكتور، هي دلوقتي تنفع ادر، بس انا مش متاكد اذا كانت تنفع سبتراكتور او لا. هقول لك انها تنفع سبتراكتور. طيب هتنفع سبتراكتور ازاي؟ طيب انا كده اول حاله لما يكون الام بزيرو فيها مشاكل؟ لا ان شاء الله باذن الله الام بزيرو كده ما فيهاش مشاكل. طيب اوكي، خلونا ناخد الحاله الثانيه، هي هي يا جماعه نفس القصه، بس اللي انا عملته ان انا رسمت نفس الرسمه بالظبط، ورحت عامل ايه؟ ورحت حاطط لك الفرضيه بتاعت ان يا اخوانا الام بتساوي واحد. تمام، الام بتساوي واحد. اوكي، وهنبتدي نجمع احنا جمع عادي خالص. طيب الام بتساوي واحد، يبقى ديت بتساوي واحد، ديت بواحد، ديت بواحد، ديت بواحد. ها نجيبوا الجدول تاني، واحد من متغيرات بواحد اللي بيحصل، واحد بواحد اللي بيحصل، الواي بتبقى الكومبلمنت بتاع المتغير التاني ايا يكن، ايا يكن يا سيدي خلاص ماشي. يبقى البي هنا بواحد، يبقى الكومبلمنت بتاعها بيطلع بزيرو، البي هنا بواحد الكومبلمنت بتاعها بيطلع بزيرو، البي هنا بواحد او البي هنا يا ربي اسف بزيرو، الكومبلمنت بتاعها هيطلع بواحد، البي هنا بواحد الكومبلمنت بتاعها هيطلع بزيرو، يبقى زيرو زيرو واحد زيرو ديت عبارة عن ايه؟ ديت عبارة عن الفيرست
كومبليمنت بتاع مين؟ الفيرست كومبليمنت بتاع البي. انت متاكد؟ اه والله بص اهو، لما ادي اول، ادي الاي، ادي الاي الرقم الاولاني وده البي، ده مشكلتي في الرقم الصغير. فده لو انا عملت له الفيرست كومبليمنت هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى 0 0 1 0. ها نرسمها كده نقارنه، ها 0 0 1 0. يبقى احنا كده جبنا المكمل الاولاني، ممتاز خالص. كنا بعد ما بنجيب المكمل الثاني، بعد ما نجيب المكمل الاولاني عشان نجيب المكمل الثاني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضيف واحد، نجمع واحد، ها عشان يطلع لنا المكمل، يدينا 1 0 1 0. ها الواحد ده عباره عن ايه؟ ما انت ما اخدتش بالك ان الام داخله لي اساسا بكاري ان، باول قيمه، فديت قيمتها في الاول بكام؟ بواحد. فيبقى السبمشن بتاعي بيبقى جمع بقى، خلاص بيبقى اني اجمع الواحد الكاري اللي داخل مع قيمه الايه اللي هي الواحد، مع قيمه مين؟ مع قيمه البي اللي هي داخله بزيرو. فبيجي معايا واحد وواحد وزيرو، يطلع معايا كام؟ واحد واحد يديني زيرو، والكاري ده قيمته بكام؟ بواحد. جميل خالص. فبيجي معايا كده واحد وقيمه الايه بزيرو والكاري بزيرو، ها اتبقى معايا ايه؟ اتبقى معايا واحد، ادي واحد وزيرو وزيرو يديني واحد. الكاري ده دلوقتي فيه قيمه؟ لا، الكاري ده قيمته دلوقتي بزيرو. طب ممتاز خالص، يبقى زيرو وواحد واحد يديني ايه؟ واحد واحد يديني زيرو، والكاري معايا كده قيمته بكام؟ بواحد. ممتاز خالص. طيب واحد واحد وزيرو يديني ايه؟ واحد واحد يديني زيرو، والكاري الاخير ده قيمته بكام؟ زيرو، ومعايا الواحد. الواحد ديت يا جماعه بنعمل له ايه؟ الواحد ده بنعمل له نيجلكتنج، بنرفضه تماما. فبيطلع معايا الناتج زيرو واحد او زيرو زيرو واحد زيرو، ديت كده طلع معايا ايه؟ طلع معايا زيرو إيه، او كده ناتج جمع الثلاثه إيه مع بعض، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه يا جماعه؟ اهو يعني انا مش جبت المكمل الثاني كده، انا مش جبت المكمل الثاني بتاع ده اني جمعت عليه واحد، بات اكشولي انا عملت الخطوتين، انا عملت ميرج الاثنين، يعني انا جمعت الواحد ده مع قيمه الايه. فالمفروض دلوقتي اني اجمع قيمه الايه، قيمه الايه اللي هي موجود فوق يا جماعه، 1 0 1 1 1 0 1 1، نجمعه بقى ونقول واحد واحد بتكون عبارة عن زيرو معايا الواحد، واحد وواحد واحد زيرو معايا الواحد، واحد واحد زيرو معايا الواحد، الواحد اللي بره ده اللي بنعمله نيجلكتنج، يتبقى معايا الرقم ده زيرو زيرو واحد زيرو، هو نفس الناتج اللي طلع معايا، ادي زيرو واحد زيرو زيرو، يعني هو نفس الناتج. اه صحيح. طب تثبت لي ان هو صح ازاي؟ اه اثبت لك ان هو صح يا سيدي، هناخد الرقم ده زيرو واحد زيرو زيرو، نجمعه على اي واحد من دول، ولنفرض مثلا واحد واحد زيرو واحد، نجمعه على قيمه مين؟ قيمه البي، يديني ايه؟ يديني واحد، واحد واحد يديني زيرو معايا الواحد، واحد والواحد ينزل يديني الرقم ده، الرقم ده اللي هو عباره عن ايه؟ الرقم ده اللي هو عباره عن قيمه الايه. يبقى انا كده ان شاء الله باذن الله حل سهل. ده الفكره بتاعت مين؟ ازاي اطلع ال او اخلي اشغل السبتراكتور باستخدام مين؟ باستخدام الاكس اور جيت. فديت يا جماعه الرسمه ديت تعتبر باينري ادر، وفي نفس الوقت تعتبر برضه سبتراكتور، فتعتبر باينري ادر وبرضه سبتراكتور، لاني انا جربتها لما يكون الام قيمته بزيرو في الم... في ال... في ال... في الشريحه اللي فاتت، في الورقه اللي فاتت المعادله ما اتاثرتش والجمع عادي، تمام؟ طيب لو كانت طيب خلونا نعيد على نفس المشهد او نجيب الورقه اللي فاتت، انا كده نفذت معايا عمليه الطرح عادي خالص. طيب ننفذه او نتاكده من قصه عمليه الجمع يا جماعه، تمام؟ اهو وانا هشتغل على الام ده بزيرو، تمام؟ انا كده ما عنديش كاري، الكاري بتاعي الاولاني بزيرو. طيب جميل، يبقى انا هجمع كده كاري جمع عادي خالص، قيمه الاي بواحد وده بزيرو وواحد، يبقى واحد واحد يديني زيرو والكاري بتاعي بواحد. طيب جميل، واحد وزيرو وواحد معناها واحد واحد يديني ايه؟ واحد واحد يديني زيرو ومعايا الكاري بواحد. طيب جميل، واحد واحد وزيرو يديني ايه؟ واحد واحد يديني زيرو والكاري معايا واحد. طيب جميل، ناخده واحد وواحد وواحد، تلات واحد يديني ايه يا جماعه؟ تلات واحد يديني واحد والكاري بتاعي واحد، تلات واحد يدوني واحدين جنب بعض، فالناتج بتاعي بيجي كده واحد واحد زيرو زيرو زيرو، ده الناتج بتاعي. طيب جميل، خلونا نتاكد بقى من ان الناتج ده صح ولا غلط، نجيبه الورق اللي احنا كنا بنكتبه فيها، فبس عشان ما نلخبطوش الناس، ادي اهو ارقامي اهي يا جماعه، واحد دولت ارقامي، وانا هكتبهم كده على جنب، واحد زيرو واحد 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 زيرو واحد، ها واحدين بواحد
بزيرو ومعايا الواحد، واحدين بزيرو ومعايا الواحد، واحدين بزيرو ومعايا الواحد، ثلاث وحايد جواك بواحدين، يديني الرقم ده، ثلاث اصفار واحدين، هو نفس الرقم، ثلاث اصفار واحدين، يبقى الدية بتشتغل سبتراكتور وبتشتغل برضو قدر. يا رب اكون وفقت في اني اشرح الرسمه ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.